7 لاعبين لهم القدرة على الفوز في المباراة بمفردهم. يسعى الكثير من اللاعبين إلى محاولة تطوير أسلوبهم في اللعب حتى يتمكنوا من تحقيق الفوز في المباريات. وبالفعل يوجد حول العالم لاعبين مشهورين في هذا الشيء، ونحن هنا اليوم في هذا الفيديو سنتعرف معا على هؤلاء اللاعبين. هل أنت مستعد؟ هيا بنا نبدأ. أولا، ليونيل ميسي. يعتبر ميسي واحدا من أساطير كرة القدم، حيث أنه قادرا على التحرك بالكرة وإحراز أهداف لا مثيل لها، وذلك لأنه ماهر في المراوغة والتحرك بالكرة بكل سهولة من أمام المدافعين، حيث أنه لا يتمكن أي شخص من إيقافه، كما أنه يتمتع بسرعة كبيرة تجعله قادرا على الجري بأقصى سرعة حتى إحراز الهدف. باقي اللاعبين قادرين على مساعدته، لكنهم ليسوا قادرين على القيام بما يقوم به. ثانيا، ألكسندر أوفشكين. هو أحد أمر لاعبي الهوكي حول العالم، استطاع الفوز 3 مرات ببطولة العالم، حيث أنه كان قادرا على تقديم مساعدة لا مثيل لها للفريق الذي كان يلعب فيه. ففي 16 من يناير من عام 2006 استطاع إحراز واحدا من الأهداف الرائعة التي ساعدته على تحقيق شهرة كبيرة، وهنا يمكنك أن ترى هذا الهدف الذي أصاب الجميع بالدهشة. ثالثا، فيرجيل فان دايك. هذا اللاعب الهولندي يلعب لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي، ويتمتع بأسلوب فريد للغاية في الدفاع، وبالرغم من ذلك إلا أنه قادرا على إحراز أهداف رائعة للغاية، حيث أنه كان يلعب ضمن أحد النوادي الإسكتلندية واستطاع إحراز هدفا رائعا للغاية. رابعا، ليبرون جيمس. يعتبر هذا اللاعب واحدا من أشهر لاعبي كرة السلة حول العالم، والكثير ممن يهتمون بهذه الرياضة يعلمون أن هذا اللاعب واحدا من أحرف اللاعبين حول العالم، لأنه قادرا على تحقيق الفوز والانتصار بمفرده، حيث أنه في هذه المباراة استطاع تسجيل العديد من الأهداف بكل سهولة، وهذا ما جعل فريقه قادرا على تحقيق الفوز. خامسا، كريستيانو رونالدو. يعتبر كريستيانو رونالدو واحدا من أشهر لاعبي كرة القدم حول العالم، حيث أنه قادرا على تسجيل أهداف لا مثيل لها، خاصة أنه يتمتع بسرعة كبيرة جدا، كما أنه يتمتع بقدرة هائلة تجعله قادرا على التحرك بالكرة بكل سهولة وإحراز أهداف تمكن الفريق من تحقيق الفوز، ولهذا يستحق لقب أفضل لاعب كرة قدم حول العالم. سادسا، أرون رودريغيز. يعتبر واحدا من أشهر لاعبي كرة القدم الأمريكية حول العالم، لأنه قادر على تحقيق معجزات لا مثيل لها في الملعب. واحدة من أمهر المباريات التي خاضها هذا اللاعب كانت في عام 2013، فقد استطاع إحراز العديد من الأهداف التي مكنت فريقه من تحقيق الفوز. سابعا، لويس سواريز. هذا اللاعب الأورجواني له مكانة خاصة في فريق برشلونة، حيث أنه قادر على تحقيق الفوز في أغلب المباريات، وهو يصنف على أنه واحدا من أمهر لاعبي كرة القدم حول العالم، وعبر مسيرته المهنية أكد أنه قادر على تحقيق الفوز لفريقه بكل سهولة. ففي واحدة من المرات في أوروغواي قام بصد الكرة بيده قبل أن تدخل في المرمى، وهذا جعله قادر على إنقاذ الفريق، ولكنه استحق الطرد، وبعدها لعبت ضربة جزاء وانتهت بخسارة الفريق الخصم بعد أن ضاعت ضربة الجزاء، وهذا ما جعل سواريز يشعر بفرحة كبيرة. إلى هنا انتهينا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد من فيديوهاتنا. نراكم في الفيديو القادم. إلى اللقاء.